دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح معرض السلع الزراعية خير مزارعنا الأهالينا بالمتحف الزراعي بالدقي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك. المعرض بيقام على هامش معرض زهور الربيع. النهاردة آخر فرصة للتقدم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف اللي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق. كانت الهيئة القومية للأنفاق مدت فترة استلام الطلبات الخاصة بوظائف القطار الكهربائي الخفيف حتى 23/5/2024 لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين ونظراً لوجود أجازات رسمية في فترة استلام الطلبات. النهاردة هتختتم منافسات الأسبوع 24 لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة تجمع الزمالك مع مودرن فيوتشر على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء، فأول ظهور للفارس الأبيض بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.